التاني ده قال ايه، حتى لو كانوا غلطانين تساعدهم يكونوا طيبين. لسه ما تفرح بيك وبيهم يا بخت اللي لسه ما تفرح بيه. ارفع ايدك في الصلاة ليك ولكل انسان ده، حضن ابونا السماوي مفتوح لكل الخطاة. قل له يا ربي انا ندمان، غير فيا كمان وكمان علشان ابقى انسان نافع واخليك بيا فرحان. حتى